السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكو جميرة، المستوى السادس، أنشطة اللغة العربية، مرحلة تنشيط المستلزمات، الأسبوع الأول، يوم الثالث. أركب جملا حول أهمية الغذاء بالنسبة للجسم. تركبوهم وتقولهم: نشاطات الثيابية طلاقة، طلاقة في القراءة. أجابت الخلية: ينبغي أن تعلم أن الجسم الإنساني شبيه بمصنع خلايا، وكل خلية منها تحتاج قدرا كافيا من العناصر الغذائية، فالغرف التي تراها أمامك هي مراكز التزود بهذه العناصر، لكن للأسف مخزون هذه الغرف ضعيف جدا بسبب أكلك غير المتوازن. أضع أصبعي تحت كل كلمة أقرأها، أصل قراءة الكلمات ببعضها البعض، ألتزم الوقوف عند علامات الترقيم. جيد. تحرير وتراكيب: ماذا يفعل الكاتب في هذا النص؟ هل يسرد حكاية تتضمن معلومات علمية، يصف شيئا، أو يقدم معلومات حول موضوع؟ فكنجاوبو كنقولو أه، فهو يسرد أحداث تتضمن معلومات علمية، علمية، تغذية علمية. ما نوعية النص؟ فنص سردي يسرد لنا حكاية خيالية علمية. شخصيات: قد يتضمن النص شخصيات رئيسية تدور حولها أحداث النص، وتكون أكثر ظهورا وشخصيات ثانوية مساعدة في تطور أحداث القصة، مثل الزمان، المكان والأحداث. صافي، كذلك مع الشخصية اللي قلنا. شخصية الحكاية تكون شخصية رئيسية وشخصية ثانوية. الشخصية الرئيسية هي الرئيسية، والثانوية هي الثانوية. الزمان والمكان والأحداث الرئيسية. فالشخصية الرئيسية هي يوسف، الشخصية الثانوية الخلية، الطبيب والأب، الزمان، المدرسة، المنزل، المستشفى. هذا المكان، الزمان، بعد الحصة الأخيرة في تلك الليلة يوم غد. أحداث رئيسية: خروج يوسف من المدرسة وإحساسه بالعياء، ثم تكملة. إنتاج مهارات توسيع جملة: يسهم جهاز المناعة في حماية الجسم. يسهم جهاز المناعة في حماية الجسم، أو يسهم جهاز المناعة القوي، كنزيد عليها القوي، في حماية فعالة، زدنا فعالة للجسم. صافي، الجملة قبل التوسع. الجملة بعد التوسع: يسهم جهاز المناعة في حماية الجسم، يسهم جهاز المناعة القوي في حماية فعالة للجسم في كل مكان وفي كل وقت وحين. زدناها، توسعنا في الجملة. لذلك نزلنا قلنا يسهم جهاز المناعة القوي في حماية فعالة الجسم في كل مكان وفي كل وقت وحين من الفيروسات والأجسام الضارة. نزلناها هكذا، أصبح لدينا فقرة: يسهم جهاز المناعة في حماية الجسم. هكذا وصلنا لتوسيع الجملة، أضفنا تفاصيل، صفات، عبارات تدل على الزمان أو المكان بالإجابة على أسئلة مثل كيف، أين، متى. وقدمنا واحد الأمثلة، استخدمنا أدوات الربط المناسبة. زار خالد الطبيب، استعين بالأسئلة التالية: كيف هو خالد الطبيب؟ للتوسع في هذه الكلمة، في هذه الجملة: متى زار خالد الطبيب؟ أين كان ذلك؟ لماذا زار خالد الطبيب؟ ماذا فعل الطبيب؟ صافي، اختتام الحصة. انطلاقا من النص، حدد دور كل من الفيتامينات، السكريات والدهنيات والبروتينات كما شفتم في كاينا في النشاط العلمي. إلى أن تنتهي الحصة، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.